الخصوص كنتوا كام يا كنزي؟ كنا 45 55 55 وإجابتين صح، بقيتوا 65. حسني كنتوا كام؟ 30 تقريبا 30 وثلاث إجابات صح ب 15 و10 نقط دي بقيتوا 55، فرق 10 نقاط، يعني 25 نقطة بقيتوا كام؟ 80 تتقدموا لأول مرة إن شاء الله. 65 و25 90. ندخل الفقرة الأخيرة، أهدى شوية، ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء حبيبة وشهد، شهد وحبيبة. السؤال الأول، معلومات عامة، في أي إمبراطورية بدأ استخدام الدونم كوحدة قياس لمساحة الأرض؟ هي المساحة اللي بيحرتها 2 تيران في يوم واحد، بيتم استخدامها في دول كتير. دونم ده حوالي 1000 متر. رومانية؟ إجابة خاطئة. فرصة التقدم حبيبة. العثمانية. العثمانية الهرف الأول. هدف بلا مقابل. حسام وأشرف، أشرف وحسام. السؤال الثاني، أدب، ما هي جنسية الكاتبة العربية آسيا جبار مؤلفة رواية بوابة الذكريات؟ سعودية. السعودية إجابة خاطئة. كل مرة بتستعجل. تاريخ النشر 2007، وترجمت أعمالها لأكثر من 20 لغة. إجابتك؟ إماراتية. طبعاً إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة جزائرية. تمام، إسراء وكنزي، كنزي وإسراء. إسراء لو جاوبتي 25 نقطة، فرصتك يا كنزي التعادل. السؤال التاني، فنون، فنان قام بدور مراد في مسلسل خلي بالك من زيزي، فمن هو؟ محمد ممدوح. الهرف الأول. بطولة أمينة خليل، علي قاسم، بيومي فؤاد، وأسماء جلال، ونهى عبدي. هدف مقابل هدف. السؤال اللي جاي سؤال مش سهل، وما عدش استعجل على معلومة. السؤال الرابع، يا جالا هو من أكبر الشلالات بإحدى دول البلطيق، فما هي؟ ليتوانيا. ليتوانيا من دول البلطيق، ولكن إجابة خاطئة. بيبلغ عرضه حوالي 50 متر وارتفاعه 8 متر، من أكبر الشلالات الطبيعية في العالم. صربيا. مش من دول البلطيق، من دول البلقان. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة إستونيا. تمام، هدف مقابل هدف. السؤال اللي جاي ب 25 نقطة، ليه كنتوا 8، واعتمد على السرعة، والسؤال قدرات ذهنية. الهدف الذهبي، حل مسألة الآتية، 1997 زائد 1952 ناقص 2020 يساوي كام؟ 1997 زائد 1952. إجابتك يا حسام. 1929. 1929 صح حسام. الهرف الذهبي. خمسة وعشرين نقطة مهمين جدا للخصوص. النتيجة اتغيرت، 90 الخصوص الأليوبية، 55 العزة اسكندرية.